السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا، ما اتعلمناش حاجة الحقيقة، يعني احنا اتعرفنا على الباي كوندكتور بس، وازاي انستول باكج من الباي كوندكتور، وأهمية الباي كوندكتور، وازاي استخدمه وما إلى ذلك. والحلقة دي هنتكلم عن أهم حاجة بنشتغل عليها في على الأور، وقبل ما نعمل أي حاجة في الداتا بتاعتنا، وهي الانوتيشن. ايه هو الانوتيشن وايه اهميته وايه الطرق المختلفه اللي انت هتشتغل عليها بيه؟ مبدئيا موضوع الانوتيشن ده هو بيزيكلي قوي. يعني ايه بيزيكلي قوي؟ يعني احنا اول ما ناخد الداتا، مثلا فور اكزامبل معانا مثلا داتا من الارن سيكونسنج، اول ما ناخد الداتا اول حاجه نعملها انوتيشن. ليه وايه فايده الانوتيشن وايه هو الانوتيشن؟ خلينا نمشي واحدة واحدة واصبر عليها الحلقتين اللي جايين دول. احنا مثلا دلوقتي انا معايا داتا، ولنفترض مثلا فيها الجين اي دي في الجين اكسبريشن بتاعها. مثلا الجين اي دي ده مثلا 1 2 3 4. حلو، انا عايز احول الجين اي دي دون لجين سيمبل. مش كل جين له سيمبل بتاعه او له رمز كده، يقول لك مثلا ايه HSB70. اهو HSB70 ده السيمبل بتاع الجين، و 1 2 3 4 ده الاي دي بتاع الجين. طب يا محمد، هو احنا ليه نحتاج نعمل حاجه زي كده اصلا؟ يعني احنا ليه نحتاج نعمل حاجه تحول من حاجه لحاجه، تحول من رمز لرمز تاني؟ مبدئيا كتير جدا من الاناليسز اللي احنا بنعمله بيكون الانبوت بتاعه نوع معين من الـ من الـ من الاي ديز. يعني مثلا لو انت معاك السيمبل، بعض الانبوتس اللي انت محتاج تدخلها تبقى محتاجه الاي دي مش محتاجه السيمبل. فبعض الاحيان الاكشن يكون متاخد على الانسيمبل اي دي، فانت تبقى لو انت معاك السيمبل ما تعملش الشغل، يعني لا تحوله السيمبل لانسيمبل اي دي و تشتغل. معاك السيمبل وعايز تشوف معلومات كتيره جدا عن الجين ده، وانا عايز اشوف الكيج، عايز تشوف الجي او بتاعه، عايز اشوف اليونيبروت اي دي بتاعه، عايز تجيب اي حاجه من الحاجات دي، عادي هاتها. ما تنساش انه كل داتابيز ليها الاي دي بتاع الاكسيشن بتاع حاجه بتاعتها. يعني البروتين له اكسيشن، الجين له اكتر من اكسيشن. عندي السيمبل، عندي الجين اي دي، عندي الجين نيم. خد بالك الجين نيم مختلف عن الجين سيمبل. يعني انا لو قلت لك جين سيمبل وخدنا كده وروحنا على جوجل مثلا وقلنا له جين سيمبل، هيقول لك مثلا ده الجين سيمبل بتاع الجين اهو B2M UC، ما عرفش ايه وما الى ذلك. لو قلت له جين اي دي هتلاقيه جاب لك حاجه تانية. قال لك مثلا جين اي دي تايب، لا اهو مثلا نيم وجين اي دي. اذا النيم مثلا مختلف عن جين اي دي، الاي دي بتاعه مثلا تقريبا واحد مع 1044622 4. اذا الجين اي دي مختلف عن الجين نيم. مثلا لو كتبت له جين نيم هتلاقي الجين نيم مختلف تماما عنهم. يعني مثلا اهو مثلا اهو شوف ده كده الاي دي ارقام، السيمبل ال ار سي 1، النيم ليوسين ريتش ريبيت كونتيننج 1. فاهمني؟ فده مختلف عن ده، ده مختلف عن ده، ده مختلف عن ده. يعني انت لو معاك الجين نيم هتقدر تشتغل عليه على الار؟ لا، فهتحتاج تحول الجين نيم لسيمبل. ممكن بعض الانبوتس بيقول لك انا مش محتاج السيمبل، انا محتاج الاي دي، فهتوقف شغل يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. فهنا اهميه الانوتيشن. الانوتيشن بتوريني اللي انا عايزه في الجين او في الاي دي او في السيمبل أو أو أو, او 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 او. وهنستعرض كميه حاجات انت ما تخيلش انك ممكن تطلع بيها وانت قاعد على الار. تعالى بقى نبدا واحده 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 نتكلم ازاي نستخدم الانوتيشن. تاني، الانوتيشن هو اول حاجه احنا بنعملها على الداتا بتاعتنا. انا اول ما يجي لي
جين اكسبريشن داتا من ار ان سيكونسنج من سنجل سيل سيكونسنج من مايكرو اري او حاجه بعملها، اشوف انا هشتغل على انهي اي دي او على انهي معنى للجين، هشتغل على الاي دي ولا هشتغل على السيمبل ولا هشتغل على الانسيمبل اي دي. هل الموضوع ده مهم قوي للدرجه دي؟ اه مهم قوي للدرجه دي. اقول لك ليه مهم قوي للدرجه دي. بعض الجينات بيبقى ليها اكتر من نيم، يعني مثلا السيمبل بتاع الجين دون لو كتبنا مثلا اسم جين تمام، تلاقي ان الجين له اكتر من نيم، يقول لك also called كذا. انا في الشغل البيولوجي بتاعي ما اقدرش اعتمد على حاجه بتعتمد على اكتر من نيم لنفس الجين، اذا دايما انا بحتاج احول السيمبل مثلا احوله الاي دي، او بحول الجين نيم الى سيمبل. وابونا انا عليه الموضوع مهم جدا ضروري جدا في الاناليسيس، ده مش رفاهيه، ده مش رفاهيه، ده ما تقدرش تشتغل على جين نيم لانه في اكتر من جين ليهم اكتر من نيم. خلينا نمشي مع بعض نقول مثلا HSB مثلا HSB 17 جين. سيبك من ويكيبيديا، هتلاقي في لا نو 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 يوني بروت، لا برضو ممكن نقول مثلا، خلينا نخش على مثلا ويكيبيديا نشوف. طيب ده اسمه كامل تمام اهو، بص بقى HSV 17 او DNAK صباح الفل اهو. احنا على فكره له اسماء تانية كتير غير كده، انت بص يعني هو قال لك HSV كذا او DNAK، يعني ايه او؟ مفيش حاجه اسمها او في الشغل عندي، مفيش حاجه اسمها او، دي عمليه بيولوجيه هتحصل وهتعتمد عليها الاناليسيس بتاعك في كده، فما تجيش تقول لي HSV 70 او كذا، لا ما ينفعش الشغل ده. اذا انا دايما محتاج لما يبقى معايا حاجه احولها لحاجه تانية عشان الحاجه دي مش هتتماشى مع الاناليسيس بتاعي، عشان فاهمني احنا هنا مفيش حاجه اسمها او في الاناليسيس، يا هو انا مش هقعد بقى اشوف مين كام جين له كام اسم، فاهمني؟ فدي مهمه جدا 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 تاخد بالك منها، تبقى عارف انت تتعامل معي. هنا هو قال لك السيمبل بتاعه اسمه كذا، وهنا برضو قال لك ان هو يا كذا يا كذا، يعني لا مش هنلعب معلش بقى، ده اناليسيز ومودلز وكلام كبير، مش هينفع ان انا اقعد اقول او مش او مش او وتلاقي الجين الواحد له 20 اسم، لا مش هنهزر. فانا اقوم احول السيمبل دون لاي دي وخلصت، كل جين بقى له اي دي واحد بس، وكل جين له انسمبل اي دي واحد بس. اذا لما اجي اشتغل على الجين مش هشتغل عليه بالهزار دون، صح كده؟ طيب فهمنا في اهميه الانوتيشن. اذا الانوتيشن ما هوش حاجه ترفيهيه، هو حاجه اساسيه، لانه تداخل الاسماء شيء غير مطلوب تماما. طيب انا هنا هستخدم باكج اسمها org.hc.eg.db، دي داتابيز فيها كل الاي ديز المختلفه او كل الطرق المختلفه اللي انت تقدر تسمي الجين بيها او البروتين او ما الى ذلك. في منها اكتر من فيرجن، في منها للهومو سيبيانس، هنا اتش سي دي معناها هومو سيبيانس اللي هو البني ادمين، فاحنا شغالين على البني ادمين دلوقتي. في منها للفران، في منها للمونكي، في منها فاهمني، فدي فيرجن للبني ادمين. طبعا عشان تشتغل عليها لازم تقول لها بايو سي مانجر انستول، وتعمل لها انستول زي ما انا ايه لاغي الخط ده، بس انا لاغيه عشان انا منزلها. فبمجرد ما هتنزلها زي ما اتعودنا زي نزل من البايو كوندكتور، هتقول لها لايبراري. حلو كده، هيقول لك لايبراري، تعالى ننزل تحت كده. حلو، انت لما تقول لها لايبراري عايزين نسال بقى ايه الافيلبل عند الداتابيس دي انها تحول لي من الى كذا من الى كذا من الى كذا. تعالى نقول له كولمز، هيجيب لي بقى كل الحاجات الافيلبل انك تحول من والى من والى من والى من والى. تعالى نرن، بص بقى ركز معايا، كل دي حاجات ممكن الجين او البروتين ياخدها، لو انت معاك واحده منها تحولها لبقيه الحاجات. يعني مثلا لو انت معاك الجي او، او خلينا نقول مثلا السيمبل، اذا احنا خلاص فهمنا يعني ايه سيمبل، لو معاك السيمبل بتاع الجين تقدر تحول السيمبل ده ل كل الحاجات دي،
الانترز اي دي اللي هو بيبقى رقم واحد بس، الجي او، الانتولوجي، اليوني بروت، يعني انت مثلا يبقى معاك بروتين مثلا. طب لو معاك يوني بروت تقدر تحول اليوني بروت لكل ده، يعني لو معاك يوني بروت اي دي بس تقدر تحولها للسيمبل، تقدر تحولها للانترز اي دي، تقدر تحولها للانتولوجي. طبعا الجي او والانتولوجي هناخدها بعد شويه. تقدر تحولها للبي ام اي دي اللي هو الباب ميت، تقدر تحولها. طب محمد هو ايه ده اصلا كل ده؟ انا مش عارف ايه ده. طب ما تيجي نشوف ايه ده اصلا. لو انت عايز تعرف ايه كل حاجه من الحاجات دي وتبحث وراها وما اعرفش ايه، فاحنا ممكن نقول له هيلب سيمبل، نقول له هيلب سيمبل ونرن. هتلاقي ظهر لك في الهيلب هنا حاجات على اليمين، خلينا بقى نمشي واحده واحده. هيبدا يقول لك ايه الاي سي سي ده، ايه ده؟ جين بانك اكسيشن نمبر. الجين بانك اكسيشن اللي هو موجود على الان سي بي اي. حلو. طب ده ون ايه؟ ده الكومونلي يوزد جين سيمبل. طب ده ايه؟ ده الكيك ايدنتيفاير. الكيك دي اللي هي بتاعت الباسويز. طب تعالى ننزل تحت شويه. الكومن نيم للجين. الجين ده الكومن نيم بتاعه ايه؟ طيب ديسكريبشن، الديسكريبشن بتاع الجين ده ايه؟ يعني مثلا جين سيمبل بتاعه 1 2 3 4، ايه وصف الجين ده؟ لما احب اوصف الجين ده يوصفه ازاي؟ انسمبل مهم جدا. ده الانسمبل اي دي اللي هو موجود على الداتابيس بتاعت الانسمبل. انسمبل بروتين اي دي، انسمبل ترانسكريبشن اللي هو الار ان اي، انترز اي دي. برضه الانترز اي دي من الحاجات اللي احنا دايما بنستخدمها. طب الانزيم، طب هل في انزيم اي دي للجين دون؟ يعني هل مثلا الجين دون بيطلع انزيم والانزيم ده له اي دي؟ اه في حاجه اسمها انزيم اي دي. جين نيم، ايه ده؟ هو في فرق ما بين الجين نيم وما بين ما احنا لسه شايفين من شويه ان الجين نيم مختلف عن الانترز اي دي، مختلف عن الانسمبل اي دي، مختلف عن الاكسيشن نمبر اللي موجود على الان سي بي اي، مختلف عن كل حاجه، وكل حاجه ليها استخداماتها وكل حاجه بتخش انبوت في بروسيس معينه. اذا انتربروت ايدنتيفاير وهكذا. الانتولوجي، الجين دون داخل في اي عمليه بيولوجيه؟ هل هو داخل في البي بي؟ بي بي يعني ايه؟ بي بي يعني بيولوجيكال بروسيس. هل هو داخل في سي سي؟ سي يعني سيل سيلولار. هل هو داخل في ام اف؟ ام اف يعني موليكولار فانكشن. هو داخل في ايه من الانتولوجي؟ هو عامل ايه؟ بيعمل ايه الجين ده اصلا؟ وصلت. الباس اللي هو الكيك باس واي ايدنتيفاير، ما هو الكيك دي داتابيز، والداتابيز دي عندها باس ويز، وكل باس واي له اي دي، وكل اي دي موجود جواه مجموعه من الجينات. وانت لو معاك جين وعايز تشوف فاهمني، وصلت الفكره؟ يبقى ده حاجه مهمه قوي، مهمه جدا جدا على فكره، مش مبالغه، وهتشوف دلوقتي واحده واحده. طيب انا هنا هجيب مجموعه من اليوني بروت اي ديز، تمام، وهنبدا نشتغل عليها. اذا هنجرب ازاي نشتغل على اليوني بروت اي ديز، واليوني بروت دي ممكن تشيلها وتحط مكانها اي حاجه من الحاجات اللي احنا شايفينها دي، فيعني ايه، ما هياش كيمياء يعني، فاهم؟ اهو احنا هنجرب على اليوني بروت ونقول له ايه، فاريبل هات لي الهيد من الكيز بتاعه الداتابيز اللي هي دي في الكي تايب. الكي تايب دي مهمه جدا، اللي هي بقى ايه انت هتختار، هتبقى كي تايب انترز اي دي، جين سيمبل، يوني بروت. احنا هنختار يوني بروت ونقول له ران. ايه اللي هو هيرنه؟ تعالى نشوف كده اليوني كيز دي فيها ايه. دي فيها مجموعه من الاكسيشن نمبرز بتاعه اليوني بروت، او بتاعه مجموعه من البروتينات في اليوني بروت. يعني مثلا لو خدنا ده كده، رحنا على جوجل قلنا له تعالى يا عم جوجل روح على اليوني بروت، اهو اليوني بروت، موقع اليوني بروت فوق اهو، وقول له رن. ده اي دي موجود على اليوني بروت اهو، تمام. ده بتاع ايه؟ الفا 1 بي جلوكو بروتين. الجين نيم بتاعه او الجين بتاعه اسمه A1BG، الاورجانيزم فلان الفلاني، وهكذا. هيقول لك اهو جي او اللي هو البيولوجيكال بروسيس، انزيم اند باسوي داتابيزز، حاجات مختلفه ثانيه، بروتين فاميلي جروب، برضه بيجيب لك، فاهمني؟ احنا مالناش دعوه بكل ده، احنا بس ايه هنا طريقه او مكان عمله او بيشتغل فين او كده. ما علينا بكل ده، احنا معانا مجموعه من الاي ديز. كل اللي احنا عايزينه دلوقتي، عايزين حاجتين، عايزين نجيب السيمبل بتاعه، وعايزين نجيب الباس بتاعه. اذا انا معايا اي ديز من اليوني بروت جايالي من داتا بره ما اعرفهاش خالص. وبالمناسبه ميزه الشغل دون ايه؟ ميزه الشغل دون في البيج داتا، وهشوفك اوريك يعني ايه بيج داتا بعد شويه، واحده واحده. فانا هقول له ايه؟ انا عايز ان انا احوله من اليوني بروت للسيمبل اند باس. يبقى انا عايز اجيب ايه؟ حاجتين من الحاجات اللي هي كانت موجوده هنا دي. ممكن تخليهم 10 20 براك، ممكن تجيبهم كلهم، يعني انت حر، ماليش دعوه يعني، فاهم؟ احنا بس بنجرب.
احنا عايزين السيمبل والباث، فهقول له ران للكولز. حلو. الفانكشن بقى اللي هي بتجيب لي اللي انا عايزه اسمها سيلكت، هي دي الاساس. طيب سيلكت دي بيدخل لها ايه؟ بيدخل لها حوالي اربع حاجات. اول حاجه الداتابيز اللي انت هتجيب منها الكلام دون. زي ما قلنا قبل كده احنا عندنا اكتر من داتابيز، فاوريدي لما اقول له اتش سي انا كده عايز الهوموسيبينس. لو عايز حاجة تانية هغير اشوف الداتابيز بتاعتها اسمها ايه. اذا انا حاطط الداتابيز دي مش مجازا بمزاجي، لا ده غصب عني لان انا لازم اجيب من الهيومن، ما هو الاي ديز بتاعت الهيومن غير بتاعت الماوس، فاهمني؟ موضوع معقد شوية. طيب تاني حاجة هقول له الكيز. يعني ايه الكيز؟ الانبوت بتاعي، ايه اللي انت هتدخله عشان تحوله. فانا عندي هنا اليوني كيز اللي هي دي فيها الحاجات اللي انا وريتها لك من شوية اللي هي دي. اذا الانبوت بتاعي هي الحاجات دي اهو. طيب الكولمز، الكولمز هي الاوتبوت اللي انا عايزه. الاوتبوت اللي انا عايزه هي الحاجتين دول، انا عايز السيمبل وعايز الباس. فيها مشكله كده؟ كده دخلها ثلاث حاجات. اخر حاجه بقول لها خدي بالك الانبوت اللي انا مدخله لك هو يوني بروت اي ديز، يوني بروت اي ديز زي ما انا جايبه من هنا احطه له هنا واعرفه واساعده ان انا اقول له انا معايا كذا. طيب لما جرن لده ايه اللي هيحصل؟ الله اكبر. قال لي خد بالك انت كنت مدخل يوني بروت وكانت الاي ديز بتاعتك اهي، فانا طلعت لك اللي انت عايزه اهو السيمبل، وطلعت لك اللي انت عايزه الباس. الله، يبقى انا دخلت له يوني بروت، دخلت له ده، قال لي السيمبل بتاع ده هو ده، تمام. وعلى فكره لو رحنا على يوني بروت هنلاقي نفس السيمبل اهو A1BG او A1BG، تمام. بس انت بقى دخلت على داتابيز ودورت على جين جين، لا مش هقدر ادور على جين جين. انت عشان تعمل شويه البروتينات ال10 بروتينات دول بالطريقه التقليديه بتاعت هتقعد تخش تفتح 10 تابس لديوني بروت تقعد بقى تجيبهم، ما بنعملش الكلام ده. وكمان جاب لك الباس. ده الكلام ده على ايه؟ على 12 رو. انا بتكلم في 23000 جين هنشتغل عليهم في الهيومن جينوم، هتقعد بقى تجيب 23000 جين جين جين؟ مش هنهزر يعني. بس دي ابسط مثال على الـ على الـ على الانتيش. طب محمد فهمت ايه تاني؟ طيب تعالى واحده واحده بقى. فهمت وجبنا اللي احنا عايزينه، تمام. يبقى انت عملت سيلكت والريزلت بتاعتك تطلع. تعالى ناخد بقى مثال على داتا حقيقيه، المثال الحقيقي اللي احنا بناخده في حياتنا اصلا. يعني ايه هو؟ جين اكسبريشن داتا. ماتريكس فيها جين اكسبريشن داتا طالعه من الديفرنشال اكسبريشن اناليسيس. عادة في الجين اكسبريشن داتا احنا بيبقى معانا ما يقارب من مثلا 23000 جين، تمام. فتخيل بقى انك عايز تحول حاجات 23000 جين من اي دي لسيمبل مثلا، فهتعمل ايه؟ ما قدامكش حل غير الانوتيشن بالطريقه دي، مفيش حاجه اسمها مانيوال. واحده واحده. اول حاجه هنلود الداتا بتاعتنا، هقول له سيستم فايل. انا استخدم دايما سيستم فايل دي ليه؟ بستخدم سيستم فايل عشان اجيب داتا موجوده في الباكجز اللي انا شغال عليها. فبقول له اكست تي داتا، دي المكان اللي فيه الداتا اللي انا هجيبها يعني. بقول له اسم الداتا بتاعتي ايه؟ اسمها ريزلت تيبل دوت ار دي اس. بقول له اسم الباكج اللي انا هجيب منها الداتا، الباكج اللي انا هجيب منها الداتا اسمها انوتيشن دي بي اي. حلو. لود. عمل لي لود للداتا. هقول له هيد ريزلت تيبل. هو ده الهيد بتاعي. اداني اول حاجه الروز اللي هي دي ودي ودي، دي اي ديز لجينات، بس انا مش عارف الجينات دي اسمها ايه اصلا. هل ينفع اشتغل بعد الديفرنشال اكسبريشن اناليسيس على اي ديز؟ طب انا هعرف الجين ده مين اصلا؟ طب ما تديني السيمبل بتاعه عشان اشوف الجين ده مين. عرفني مين الجين ده، ما انا هبقى كده شايف ارقام قدامي. هو في حد حافظ الارقام ولا احنا بنبقى حافظين السيمبل عاده يعني؟ عادة بنكون حافظين السيمبل بتاع الجين، يقول لك الجين الفلاني اسمه كذا، الجين الفلاني اسمه كذا، فانت عارف الجين ده. فانت عشان تلقي نظره على الداتا دي بشكل حقيقي، انت محتاج تغير الاي ديز دي وتحولها لحاجه ثانيه عشان تعرف اللوك فولد تشينج بتاعت الجين الفلاني كان عامله ازاي، والجين الفلاني كان عامله ازاي، والجين الفلاني كان عامله ازاي، صح كده؟ فده اللي احنا عايزينه، انه احيانا تبقى الداتا اللي معايا بالشكل دون، واحتاج اشوف الجين الفلاني ده اللي طالع الريزلت بتاعته كذا، ده جين ايه اصلا؟ مين ده؟ وانا هنا بتكلم على 23000 جين بتوع الجينوم، مش بتكلم على جين ولا اتنين. اذا احنا محتاجين نحول ده الى سيمبل او الى ما نريد يعني ايا كان. فخلينا نقفل ونروح نعمل اللي احنا عايزينه. اذا انا عندي مشكله حلها في الانوتيشن.
انا معايا داتا ومش فاهم الداتا دي الجينات دي بتاعت ايه، فمحتاج اعرف. فهقول له انوتيت، حلو، سيلكت، هتسلكت ايه؟ هسلكت الانبوتس اللي انا دخلتها قبل كده، اورج دوت اتش سي دوت اي جي الداتابيس بتاعتي، ما عنديش اي مشكله. الكيز هي الرو نيمز بتاعه الريست تيبل. تعالى كده نرجع للريست تيبل اللي هي الداتا بتاعتنا، ده الرو نيمز، ده الرو نيمز بتاعه الداتا. فانا بقول له ايه؟ بقول له الكيز بتاعتي هي عباره عن الرو نيمز بتاعه الريزلت تيبل، فهو هيقوم عامل لي دي، جايب لي دي كل ده كده حاططه لي فين؟ في الكيز. طيب الكولمز اللي انا عايز اجيبها بقى عشان اعرف في الجين ده مين وبيعمل ايه وافهم الداتا دي الريزلت دي بشكل اكتر، انا هقول له انا عايز السيمبل وعايز الجين نيم، عايز السيمبل وعايز الجين نيم. وفي الاخر بقول له خد بالك الانبوت اللي انا مدخله لك هو الانترز اي دي، اذا ده الانترز اي دي انا عايز منه السيمبل عايز منه الجين نيم. فاقول له رن وريني. الله، قال لي خلاص ريتيرن 1 مان مان، خلاص انا عملت لك اللي انت عايزه. هقول له وريني، لا انا عايز اشوف. فيقول لي اهو الانترز اي دي اللي كان داخل في الداتا بتاعتنا، السيمبل بتاع الجين ده هو كذا، الجين نيم بتاعه هو اكتين جاما 1 كذا. الله، اذا شفت الجين، شفت السيمبل بتاعي، شفت الجين نيم ده. خد بالك الجين نيم عاده بيوضح اسم الفانكشن، فمهم قوي، والسيمبل بيكون حاجات راكبه في دماغ الباحث. كل باحث عارف الجينات اللي هو مهتم بيها باسم السيمبل بتاعها، فمهم قوي لو انا معايا انترز اي دي وكنت شغال على جين اكسبشن داتا اجيب منها السيمبل واجيب منها جين نيم عشان افهم انا الداتا بتاعتي دي. طب يا محمد انت قلت احنا عايزين نحول عشان نشوف الريزلت العالي من الديفرنشال اكسبريشن اناليسيس شكلها عامل ازاي. دلوقتي اللي طالع لنا قدامنا دلوقتي ده طالع من غير الديفرنشال اكسبريشن اناليسيس اللي احنا كنا عاملينه فوق اللي هو ده. هل ممكن اشوف الجين وقصاده الداتا بتاعته؟ اه زي ما انت كنت عايز. اه ينفع. هتعمل ايه؟ هتعمل ميرج بتوين اور انوتيشن اند لودد داتا. ازاي؟ هقول له ريزلت تيبل ميرج، هي فانكشن بتميرج بتوين الريزلت تيبل والانوتيشن باي انترز اي دي، باي دي اللي هو اقول له ايه في المكان الفلاني. فهقول له ريزلت تيبل رن، بعد كده هقول له ريزلت تيبل. اذا قال لي رو نيمز اللوج كونج اللوج فولد تشينج البي فاليو الاف دي ار، ولو مشيت كده هتلاقيه بيقول لك ايه الاف دي ار والسيمبل والجين نيم. اذا انا لو قلت له ريزلت تيبل وبصيت عليه هنا عادي جدا تفتح تلاقي الجين اي دي، تمام، وفي الاخر هتلاقي السيمبل. يبقى انت عايز تبص على السيمبل، بص عليه، ادي الاف دي ار بتاع السيمبل ده، وادي البي فاليو بتاع السيمبل ده، وادي الجين نيم بتاع الداتا دي. فهمتني؟ اذا انت خلاص تقدر تبص على الداتا وتقدر تفهمها وتشوف الريزلت بتاعتك بكل بساطه ومن غير اي مشكله. مهم قوي الانوتيشن. طب احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش، في تاني. اه في تاني. الحلقه الجايه هنكمل نتكلم اكتر ونشوف ايه اللي انا ممكن برضو اخده اكتر من كده من داتابيزز تانية في الانوتيشن. وصلت؟ اشوفكم الحلقه الجايه. شكرا وسلام عليكم.